السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في قناة نجمة عرفان و اف بي بي تي لدروس تكوين المهنية وانعاش الشغل. اليوم ان شاء الله غنخدمو تمرين بخصوص اتود دون بوتخ اون فليكسيون. كما كتلاحظو معايا في الشكل هنا عندنا اون بوتخ مطبقين عليها جوج ديال لي فورس اف ان و اف دو. اف ان كتساوي 6 كيلو نيوتن، اف دو كتساوي 11 كيلو نيوتن. مطبقين على اون شارج ريبارتي اللي القيمة ديالها بيك تساوي 2 كيلو نيوتن بار متر. وعطينا في الطول ديال ا بي هو ال، و ال كتساوي 2 متر. الطول ديال بي سي هو 2 ال، و ال كتساوي 2 متر. يعني الطول ديال بي سي هي الطول ديال سي دي كتساوي ال اللي هي 2. كذلك عطينا كمعطيات السيكسيون ديال لابوتر ريكتونغيلير، العرض ديالها ا و لاوتور ديالها 2 ا. عطينا لو موديل دو يونغ او كيساوي 210,000 ميجا باسكال، ولا ليميت ديلاستيسيتي عطيناها لينا كتساوي 420 ميجا باسكال. طالبين منا في السؤال الاول اننا نحسبو لي رياكسيون دابوي اون بي اي سي. هذا هو الشكل ديالنا. كما كتلاحظوا معايا بلي عندنا هنايا ابوي دوبل، دونك حنا كما شفنا في الفيديوهات السابقه طريقة باش كنخدمو لابوي دوبل كنخرجو منها واحد الرياكسيون فيرتيكال ار بي في هي هادي، واحد الرياكسيون هوريزونتال ار بي اش، كنديرو الريزولتانس ما بيناتهم اللي هي ار بي. اما بالنسبة لابوي سامبل فهي كتكون عادية، كتخرج منها اون رياكسيون وحدة كنسميوها ار سي ولا ار بي على حساب هاد النقطة هادي شنو مسمينها. دابا غادي نطبقو لي غولاسيون ديكيليبر ستاتيك اللي هي لا سوم ديال لي فورس او اي تساوي صفر، لا سوم ديال لي فورس او ايكغاك تساوي صفر، لا سوم ديال لي مون بارابور انا اختاريت نقطة سي بارابور ا بوان سي اللي هي هادي كيساوي صفر. لا سوم ديال لي فورس في المنحة او اكس، المنحة او اكس هو هذا. عندنا شارج وحدة اللي غادا في هاد الاتجاه هذا هي لا شارج ار بي اش، دونك لا سوم ديال لي فورس او اكس كيساوي ار بي اش كيساوي صفر، يعني ار بي اش كتساوي صفر. من بعد غادي نشوفو لا سوم ديال لي فورس في المنحة او ايكغاك اللي هو هذا. دونك جميع لي فورس اللي غادي في نفس هذا الاتجاه غياخدو هذه المنحة بلوس، غياخدو اشارة موجبة. عندنا اف ان نازلة دونك عندها اشارة سالبة راهي ناقص اف واحد. ار بي في طالعة عندها اشارة موجبة، يعني غنديرو زائد ار بي في ها هي، ناقص في نازلة ها هي، زائد ار سي طالعة ها هي، ناقص اف دو ها هي كتساوي صفر. من بعد غنشدو هاد ار بي في ار سي غنخليهم في هاد الناحية هادي، وغنجيبو لي فورس الاخرين اللي القيمة ديالهم معروفة لوتر كوتي هي هادي. ار بي في زائد ار سي كتساوي اف واحد اللي كتساوي 6، اف جوج كتساوي 8، عفوا كتساوي 11، و كيو هاي حسبناه هنا. عندنا الطول ديال لا شارج ريبارتي هي 4، وحنا عارفين بلي لا كانت عندنا اون شارج ريبارتي في القاعدة ديالها هي كيو فوا ال، كيو عندنا هنا هي بي اللي عطاوها لينا كتساوي 2 كيلو نيوتن، دونك 2 في 4 هي 8، هي هادي اللي عوضنا بها هنا وجمعناهم عطاونا 25. دونك ار بي في بلس ار سي كيساوي 25. ندوزو دابا نشوفو لي مومون بارابور ا بوان سي. كما كتشوفو معايا هادي هي البوان سي، انا غنختار المنحة الموجب هو هذا، وهادي هي البوان اللي غندورو عليها سي. دونك الا تخيلنا بلي هاد لا فورس اف واحد غادي تدور على هاد البوان هادي، غنلقاوها بلي متعاكسة مع هاد المنحة هذا، يعني عندها اشارة سالبة، يعني غنديرو ناقص اف واحد لا ديستونس اللي كتوصل ما بين هاد اف واحد و سي اللي هي 4 زائد 2 هي 6، دونك غنديرو ناقص 6 اف ان ها هي، ناقص 6 اف واحد اللي هي 6 هي ناقص 6 في 6. غنشوفو هاد ار بي في، ار بي في الا تخيلنا بلي غادي تدور على هاد البوان هادي غنلقاو بلي غادا في نفس الاتجاه مع هاد المنحة، يعني عندها اشارة موجبة، يعني غنديرو زائد ار بي في. غنشوفو لا ديستونس ما بينها وما بين هاد البوان سي
غنلقاو بلي هي 4، دونك غادي نديرو زائد 4 ار بي في. ها هي زائد 4 ار بي في. ندوزو دابا لهاد في هادي، الا تخيلناها بلي غادي تدور على هاد البوان سي غنلقاوها متعاكسه مع هاد المنحه، دونك عندها اشاره سالبه. غادي نديرو ناقص كي لا ديستانس اللي غتفصل ما بين هاد كي وهاد سي هادي. ثم كتعرفوا بلي بالنسبه لا شارج ري بارتي عندنا ا كتساوي بي كتساوي ال سور 2. ال عندنا هنايا 4، دونك غنديرو 4 على 2 هي 2، يعني المسافه الفاصله ما بين هاد كي وهاد النقطه هادي هي 2، يعني غنديرو ناقص 2 كي، يعني ناقص 2 في 8. ها هي ناقص 2 كي. بالنسبه لهاد اف 2 الا شدينا هاد الفلاش هذا وتخيلنا بلي غيدور على هاد النقطه هادي، غنلقاو بلي كيدور في نفس المنحة ديال هاد نفس المنحة مع هاد نفس المنحة مع العزم اللي اختارت انا هنا موجب، دونك فهو غياخد اشارة موجبة. ولا ديستونس الفاصلة ما بينو وما بين هادوك النقطة سي هي 2، دونك غنديرو زائد 2 اف 2 اللي هي هادي كتساوي، و كلشي كيساوي صفر. من بعد غنبداو نبسطو بالنسبة لي شيفر اللي عارفين لي فالور ديالهم، بحال هكا عارف القيمة ديالها هي 8، اف 2 عارف القيمة ديالها شحال، غدا نعوضو بيهم ونجيبهم في لوتر كوتي باش نخرجو واحد القيمة. دونك عندنا 4 ار بي في غتبقى هنا، الشي لاخر اللي عارف القيمة ديالو نجيبو لجهة الأخرى، دونك هي ناقص 6 في 6 ناقص 2 في 8 زائد 2 في اف 2 اللي عاطيناها لينا هي 11 زائد 2 في 11 غتعطينا هي 30. من بعد غنشدو ار بي في غنخليوه في هاد البلاصه هادي كتساوي، غنجيبو 4 للجهه الاخرى كانت في غتولي قسمه، دونك ار بي في كتساوي 30 على 4 كتساوي 7.5 ديكا نيوتن. دونك عرفنا ار بي في شحال كتساوي، وعندنا هنا علاقه كتقول بلي ار بي في زائد ار سي كتساوي 25، دونك غنخلي هاد ار سي هنا وغادي ندير 25 ناقص هاد ار بي في باش يعطينا ار سي، دونك 25 ناقص 7.5 هي هادي اللي حطيت هنا اش عطينا هي 17.5، دونك ار سي حنا حسبناها، ار بي في لقيناها، غتبقى لينا غير الريزولطونت ما بين ار بي في ار بي اش اللي هي ار بي شحال كتساوي. ثم كنعرفو كيفما شفنا في لي زيكزيرسيس دابليكاسيون بلي الا بغينا نحسب الريزولطونت كنطبقو العلاقة التالية، كنديرو هي الجدر ديال ار بي اش او كاري بلس ار بي في او كاري. ار بي اش لقيناها كتساوي صفر، دونك غنديرو صفر او كاري زائد ار بي في لقيناها كتساوي 7.5، دونك غنديرو بلس 7.5 او كاري. وغادي نخرجو الريزولتا بالكالكولاتريس غنلقاوها تساوي 7.5. دونك احنا حسبنا لي رياكسيون دابلي. ندوزو السؤال الثاني. دابا السؤال الثاني يقول كالكولي لي سوليسيتاسيون لو لونغ دو لا، بمعنى اننا خاصنا نحسبو لي مومون فليشيسون اي لي افور ترونشون ديال هاد لا بوتر هادي. دابا لقينا لي رياكسيون دابلي، غندوزو نشوفو لي مومون فليشيسون لي افور ترونشون كيفاش غنديرو ليهم. كما كتلاحظو معايا في الشكل هنا عندنا ثلاثة ديال المسافات، عندنا هاد المسافة AB للطول ديالها 2، المسافة BC للطول ديالها 4، والمسافة CD للطول ديالها 2، دونك عندنا ثلاثة ديال القطعات اللي غادي نقطعو. القطعة الأولى غنقطعوها هنا، القطعة الثانية غنقطعوها هنا، القطعة الثالثة غنقطعوها هنا باش نحسبو لي مومون. كما تلاحظو معايا في هاد الشكل، بالنسبة للمسافة الأولى اللي هي ما بين صفر و 2 فحنا قطعنا لقينا هاد الشكل اللي هو هذا، نقطعنا لقينا هاد الشكل ما بين هنايا صفر وهاد المسافة هنايا 2، دونك المومون فليشيسون نعرفو بلي المومون هو لا فورس ولا ديستونس هي اف ان في اكس، شارينا بلي المنحى الموجب هو هذا، هادي نازلة دونك غتاخد اشارة سالبة هي ناقص اف واحد في اكس هي ناقص 6 في اكس. بالنسبة لفور ترونشون فهو كيساوي ناقص اف ان هي ناقص 6، وغادي نعوضو بصفر بلاس هاد اكس غتولي عندنا ناقص 6 في صفر غتعطينا هي صفر،
ونحطوها هنا المومون ديال صفر تساوي صفر، ونشوفو المومون ديال جوج شحال كيساوي، يعني غنديرو ناقص ستة في جوج عطانا هي ناقص 12. أما بالنسبة للفوق كنشوف فهو عدد ثابت، دونك غيبقى ثابت كونستون. بالنسبة للقطعة الثانية اللي قطعناها هنا، القواعد على الشكل التالي، عندنا هاد اف اللي خرجنا دابا هنا، عندنا اخ بي في، عندنا لا شارج تريونغولير، عندنا كي ديالها، دونك نديرو ناقص اف واحد من الاشاره هكا بلس. وبالنسبه لي فوق فرونسو طالعه بلس، دونك عندنا هنايا ناقص اف واحد في اكس، بقاش لي شتينا هاد اف ان دورنا على هاد البوان اللي قطعنا فيها، القوة بلي متعاكسة مع هاد المنحة يعني عندها اشارة سالبة، ناقص اف واحد هاد لا ديستونس من هنا حتى لهاد النقطة يعني هي ناقص اف ان في اكس، ها هي بلوس ار بي في هاد لا ديستونس من بي حتى البلاصة اللي قطعنا فيها، القوة بلي هي اكس ناقص جوج حيتاش عندنا المسافة كاملة هي اكس، المسافة من هنا لهنا هي اثنان، لكن شدينا اكس نقصنا من جوج عطاتنا هاد لا ديستونس هادي اللي هنايا هي اكس ناقص جوج، دونك ار بي في اكس ناقص جوج هي هنايا، عندنا كي تساوي كي صغيرة في طول ال، وهنا عندنا طول ال هو اكس ناقص جوج، يعني عندنا كي تساوي كي صغيرة او لبي اللي عطاونا تساوي ستة عامل اكس ناقص جوج فوا لا ديستونس اللي هو اكس ناقص جوج مقسوم على جوج، باش عطينا هي ناقص بي في اكس ناقص جوج او كاري على جوج. وغادي نعاودو ار بي في بالقيمة اللي لقينا في السؤال الاولاني، بي بالقيمة اللي عطاوها لنا في التمرين، وغادي نديرو التبسيط باش تخرج لنا في الاخر لمون فيكسيون يساوي خمسة فاصلة خمسة إكس ناقص إكس أو كاري ناقص تسعتاش. غنشدو هاد القيمة هادي وغنديرو لها الإشتقاق، خمسة فاصلة خمسة إكس لي شفتينا وإشتقيناها، إكس كيولي هو واحد يعني خمسة فاصلة خمسة في واحد هي خمسة فاصلة خمسة هي هادي، إكس أو كاري الإشتقاق ديالها هي جوج إكس هاهي، الإشتقاق ديال تسعتاش عدد ثابت هو صفر، دونك هي خمسة فاصلة خمسة ناقص جوج إكس. وغدا نعوضو بلاص هاد إكس غنعوضو بجوج، دونك عندنا خمسة فاصلة خمسة في اثنان ناقص اثنان أو كاري ناقص تسعتاش هي ناقص 12، وخمسة فاصلة خمسة في ستة ناقص ستة أو كاري ناقص تسعتاش هي 28 ناقص 22. بالنسبة اللي فوق تخونسو، خمسة فاصلة خمسة ناقص جوج في جوج هي واحد فاصلة خمسة، وخمسة فاصلة خمسة ناقص جوج في ستة هي ناقص ستة فاصلة خمسة. ندوزو دابا القطعة الثالثة اللي هي هادي ما بين ستة وثمانية، دونك غادي نديرو هادشي كامل اللي خرج لينا هنا، غادي نزيدو عليه هاد البارتي الاخرى اللي باقا ما حسبناهاش اللي هي هادي، عندنا المسافة من هنا لهنا ربعة زائد جوج هي ستة، وعندنا المسافة كاملة من هنا حتى لباص حتى لهنا هو اكس، دونك هاد المسافة من هنا حتى لهنا من هنا حتى القطعة هو اكس ناقص ستة، دونك اللي غادي نزيدو عليها داك الغولاسيون السابقة هي ار سي مضروبة في اكس ناقص ستة اللي هي هادي، هاي ناقص اف دو في اكس هي هادي اللي عندنا هنا، زائد ار بي في في اكس ناقص جوج هي هادي، ناقص هاد كي هادي هاد لا ديستونس من هنا لهنا اللي هي اكس ناقص ربعة، حقاش عندنا من هنا لهنا جوج، وهاد المسافة ديال الشارجي بارتي هي ربعة، دونك ربعة مقسومة على جوج هي جوج، قات جوج في هاد الاتجاه هدا، طلع عندنا جوج زائد جوج هي ربعة، دونك هي اكس ناقص ربعة، كي اكس ناقص ربعة زائد ار سي في اكس ناقص ستة،
وغنعوضو كل قيمة كل شيفر بالقيمة ديالو، بحال إر دي في لقينا حتى سبعة فاصلة خمسة، كي عدنا هي ثمانية حسبناها، إر سي تي حسبناها حتى تسعتاش فاصلة خمسة، وغادي نديرو عملية النشر والتعويض، في الأخير غتكون لينا لامور لو شي سون تساوي حداش إكس ناقص 180، نشدوها ونديرو لها اشتقاق، اشتقاق ديال العدد الثالث هو صفر، اشتقاق ديال إكس هو واحد، دونك حداش في واحد هي حداش، وغادي نعوضو بستة بلاس إكس، حداش في ستة ناقص 180 هي ناقص 22، حداش في تمنية ناقص 180 هو صفر، لو فيغ ترونش خرجلنا العدد التالي، دونك غيبقى تالت، باش نتأكدو بلي هادشي عندنا صحيح، نلاحظو بلي هنا المومون خرجلنا كيساوي صفر في اللول، خرجلنا كيساوي صفر في اللخر، كذلك باش نتأكدو كتر، في لانتيرفال اللول ملي عوضنا بجوج خرجتلنا ناقص 12، في لانتيرفال التاني ملي عوضنا بجوج خرجتلنا ناقص 12، بالرغم من أن كما تلاحظو هنا بلي المومون في لوشيسون بين هنا وهنا مختلف، دونك عندنا صحيح. ندوزو دابا نشوفو السؤال اللي من بعده. السؤال الثالث يقول تراسي لي دياغرام دو لي فور ترونشو اي دو مومون دو فليشيسون لو لونغ دو لا بوتر. هذا هو الدياغرام، دينا لي فالور لي خرجو لينا في الرومبليساج، المومون في صفر هو صفر، ها هو المومون في صفر هو صفر، المومون في جوج هو ناقص 12، ها هي المومون في جوج هو ناقص 12، المومون في ستة هو ناقص 22، هاي ستة، هاي ناقص 22، المومون في تمنية يساوي لينا صفر، حسب، إي فوالا الشكل غيطلع على هاد الشكل هذا، لاش اللي استعملت أنا في كل واحد سنتيمتر يساوي ليا ناقص، يساوي ليا خمسة ديكا نيوتن بالنسبة لفوق ترونشو، وناقص خمسة ديكا نيوتن بالنسبة للمومون، كذلك بالنسبة لفوق ترونشو. عندنا كيساوي ناقص ستة كيلو نيوتن، كيبقى ثابت في لانتيرفال ما بين صفر وجوج، ها صفر ها جوج، ها صفر ها جوج، كيبقى غادي ثابت في لانتيرفال ما بين جوج وستة. عندنا لي فور ترونشون ديال جوج هو واحد فاصلة خمسة، ها جوج، نزلنا هنايا وقلبنا على واحد فاصلة خمسة حطينا نقطة، وديال ستة كيساوي ناقص ستة فاصلة خمسة، دونك جينا لستة هنا ونزلنا قلبنا على ناقص فاصلة ستة لقيناه هنا، لانتيرفال ما بين ستة و تمنية عندنا لي فوق ترونشو عدد ثابت في حداش، دونك ما بين هنا ما بين خمسة و ستة ها ستة، عفوا ما بين ستة و تمنية ها ستة ها تمنية، كيبقى ثابت في حداش، دونك هنا عندنا ثابت كيوصل لهنا و كيطلع لواحد فاصلة خمسة، من بعد من واحد فاصلة خمسة كينزل لهاد لافالوغ هادي، كيعاود يطلع العدد حداش، كيبقى تاني ثابت في الخارج، غيكون عندنا هاد الشكل هذا. دوزا دابا نشوفو السؤال اللي سابق. السؤال الرابع طالبين منا أننا نحسبو المومون ماكس و لي فور ترونشون ماكس. باش نحسبو لي فور ترونشون ماكس كنقلبو هنايا في الجدول اللي خدمنا فيه المومون في لوشيسون، كنلقاو بلي أعلى قيمة ديال لي فور ترونشون هو حداش، هنا عندنا ناقص ستة، هنا عندنا ناقص ستة ونص، هنا عندنا حداش، دونك لي فوق ترونشو ماكسيموم هو حداش، بالنسبة للمومو دو فليشيسون عندنا مومو فليشيسون ماكس كيساوي ناقص 22 كيلو نيوتن فوا المتر، دونك حنا درنا ليها قيمة مطلقة باش نحيدو هاد الناقص هادي، دونك مومو فليشيسون كيعطينا هو 12، من بعد ضربنا في عشرة أس ثلاثة باش نحاول من الكيلو نيوتن نيوتن، عاود ضربنا في عشرة أس ثلاثة أخرى باش نحاول من المتر لمليمتر، دونك المومون في لوشيسون ماكس كيساوي 22 في عشرة أس ستة نيوتن باغ ملي. السؤال الذي يليه كيطلبو لينا فيه أننا نحسبو المومون كوادراتيك إي جي دو لا سيكسيون ريكتونغولير دو لا. عندنا لا سيكسيون ريكتونغولير هي هادي، عطينا في العرض ديالها ا وفي لاطور ديالها جوج ا، كيفما كنعرفو كيفما حطيت لكم انا في الشكل جانبه، عندنا المومون كوادراتيك كيساوي اي سور بي كيساوي بي اش او كاري على مقسوم على ستة، يعني غادي نشدو بي اللي هي ا ونضربوها اش او كاري اللي هي جوج ا ونقسموها على ستة،
عشان تعطينا هي أ في ربعة أ أو كاري هي ربعة أ أس ثلاثة مقسومة على ستة، ربعة أ أس ثلاثة مقسومة على ستة، وربعة على ستة هي جوج على ثلاثة، دونك تخرج لنا جوج أ أس ثلاثة على ثلاثة. ندوزو دابا نشوفو السؤال الذي يليه. السؤال الأخير طالبين منا أننا نحسبو لا فالور مينيمال دو سيكسيون دو لابوطخ باستعمال هاد العلاقة هادي. دونك هادي هي العلاقة اللي عطاونا، عطينا في المعطيات باللي كوفيسيون دو سيكوريتي 1.5، كذلك عطينا هاد الكونترينت شحال كتساوي، عطاوها لينا كتساوي 420 ميجا باسكال. دونك غادي نعاودو بالمومون في لجيستيون ماكس اللي لقينا في السؤال الخامس، اللي لقيناها كتساوي 22.6 نيوتن بار مليمتر مقسومة على داكشي اللي خرج لينا في السؤال الثالث، اي سور في كتساوي جوج ا اس ثلاثة مقسومة على ثلاثة، هي هادي اصغر من او تساوي هاد 420 مقسومة على كوفيسيون دو سيكوريتي 1.5. دونك عوضنا كل شيفر بالفالور ديالو، لقينا بلي مومو فليشي سون ماكسو اي في صغر من 280 نيوتن بار مليمتر. غادي نبسطو كتر، غنخليو هاد جوج ا اس ثلاثة على ثلاثة هنا، وغادي نجيبو 22.6 نيوتن بار مليمتر لوتر كوتي، غتولي عندنا هي 22.6 نيوتن بار مليمتر مقسومة على 280 نيوتن بار مليمتر كاري. دونك غادي تمشي لينا نيوتن مع نيوتن، غتمشي لينا مليمتر مع مليمتر، تبقى لينا تساوي 78571.4 مليمتر. من بعد هاد ثلاثة هادي غنجيبها لوتر كوتي، يعني غنشدو هاد القيمة هادي غنضربوها في ثلاثة، عشان عطينا هي 26190.49 مليمتر. من بعد عندنا هنا في غتولي قسمة، دونك غنشدو هاد الفالور غنقسموها على جوج، غتعطينا هي 13095.2381 مليمتر. عندنا هنايا أ أس ثلاثة، باش غنحيدوها غادي هنايا نديرو الجذر من الرتبة الثالثة ديال هاد الفالو هادي، غنديروها في الآلة الحاسبة، غاش عطينا أ أصغر من أو تساوي 23.57 مليمتر تقريبا. يعني هنايا في هاد لاسيكسيون هنايا راه عندنا أ كتساوي 23.57، وهنا هي جوج في 23.57. وبالتالي نختتم التمرين ديال هاد اليوم هذا، نتمنى يكون مفيد بالنسبة لكم. للمزيد من الفيديوهات المرجو الضغط على أيقونة صابون أسفل الفيديو للاشتراك في قناتنا، وشكرا لحسن التتبع.